بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. وشغلني موضوع حسيت ان انا وناس كثيره محتاجينه ومنتشر اليومين دول قوي، ويمكن اسبوع الالام يكون الحل للموضوع ده. هو موضوع صغر النفس او صغر القلب ساعات يسموه. يعني ايه واحد نفسه صغيرة؟ يعني ما عندوش ثقة في نفسه وحاسس انه مش هينفع. وصغر النفس ده بيدرسوه في علم النفس وبيدرسوه في الطب النفسي، وشغلانة ليها كتب كده. انما احنا عندنا في الكنيسة العلاج الجذري لصغر النفس. الاول نتكلم عن مظاهر صغر النفس، يعني الخطية دي أو الضعف ده بيبان على الواحد إزاي. اللي عنده صغر نفس دايما على لسانه كلمة مفيش فايدة، أو لسان حاله بيقول كده، مفيش فايدة فيا، مفيش فايدة في المشكلة، مفيش فايدة في الناس، كل حاجة معقدة، كل حاجة مكلكعة. اللي عنده صغر نفس كمان لسان حاله بيقول انا معرفش او انا مقدرش، دايما عنده احساس بالعجز. يسمع وعظة ويلاقي كلام كبير يقول لا انا مش عارف اعمل كلام، يلاقي واحد جنبه بيصلي بحماس يقول يا بخته انا معرفش ابقى زي كده. فصغر النفس بيبان في حياتنا بصور مختلفة، وده مرض منتشر قوي في الكنيسة. وساعات يبان على شكل فتور، يعني الواحد ملوش نفس يصلي وملوش نفس يقرأ وملوش نفس يقرب من ربنا، بإحساس داخلي ان اللي زيه ملوش في ربنا، او انه مفيش فايدة، مهما قربت هترجع تغلط تاني وهترجع تبعد تاني، وياما وعدت ورجعت خلفت تاني. وإحساس صغر النفس إحساس مر، وده ساعات يوصل الواحد الى شعور من الضجر أو الزهق أو الملل، ويوصل أحيانا للكآبة. النهاردة والحمد لله ناس كلها كئيبة، ونادرا ما تلاقي حد جوه الكنيسة مبتسم وسعيد. ده معناه أن الغالبية عندهم صغر نفس، ومحدش عنده رجاء في السماء، ومحدش مركز في رحمة ربنا، وكله كده قرفان يا عيني من العيشة ومن كل حاجة. صغر النفس كمان يوقع في خطايا كتير قوي. عشان كده في التحليل اللي يقوله الكاهن يقول الخطايا اللي كانت بالفعل او بالفكر او من صغر القلب، يعني يذكر ان في خطايا من صغر القلب هي اللي ممكن تكون خطية الشخص. زي ايه خطايا صغر النفس؟ زي خطية الغيرة. الغيرة مصدرها صغر النفس، ان الواحد باصص حواليه بيغير من اللي حواليه. الناس دي فرحانة والناس دي شبعانة والناس دي عندها فلوس. وحتى الغيرة في الامور الروحية، يا سلام فلان ده بيحفظ الحان، فلان ده مذاكر الانجيل، فلان ده عنده وقت يصلي كتير. وياريتها غيرة من النوع الروحي اللي تخلي الواحد يتحمس ويتنشط. لا، غيرة دي كآبة، يعني يبص حواليه بس ويغير ويروح مكتئب، لأنها مش غيرة كفضيلة، دي غيرة كرذيلة. من الخطايا المرتبطة بصغر النفس خطية التذمر، اللي نفسه صغيرة دايما مش راضي ومتذمر ومفيش حاجة بتعجبه، ولو حصل حاجة حلوة ما يبصش عليها، يبص على الحاجات الكثيرة الوحش اللي موجودة لسه. ولما تبقى في امل كده مشكله تتحل يقول بس لسه كذا وكذا وكذا. يا سيدي طب بص للحاجه اللي اتحسنت. مفيش. برضو اللي عنده صغر نفس يلجا عاده للتبرير، لان نفسه صغيره ما يقدرش يواجه نفسه بخطيته، او ما يحتملش حد يواجهه بخطيته. دايما يبرر. لما يقولوا له انت مش بتصلي ليه؟ يقول اصله وفصله.
وانت ليه ما بطلتش الخطية دي؟ لازم يعذر نفسه، لازم يبرر نفسه. بينما اللي ما عندوش صغر نفسه ممكن يواجه نفسه ويتحسن. صغر النفس بتخلي الانسان حتى في حياته الروحية مش سعيد. في واحد يقرأ الانجيل كل اللي يطلعه من الانجيل الايات اللي بتقول انت وحش. طب يعني ده الانجيل اسمه البشارة. ايوه انا وانت وحشين، بس الانجيل زي ما بيقول في حتة انت وحش بيقول ربنا حلو، وبيقول ربنا بيحبك، وبيقول السماء مستنياك، وبيقول ربنا جه عشان الوحشين. انما هو يسيب ده كله، وكل اللي شايفه في الانجيل الانجيل بيشاور عليه بيقول له انت وحش، انت ضايع، انت خاطي، انت شرير، انت مالكش حل. مع ان الانجيل ما بيقولش كل ده. حتى الانجيل مليان رجاء وتشجيعات وتعزيات، بس هو اللي عنده صغر نفس لما يقرا ما يقراش الحاجات يفوتها. مرة اديت تدريب لواحد من الشباب عنده صغر نفس، قلت له طلع لي الوعود بتاعت ربنا. جاب لي لستة من الوصايا اللي تعجز اي انسان. قلت له حبيبي انا قايل لك هنطلع الوعود مع بعض. الرب يرعاني فلا يعوزني شيء، لا تخف انا معك. لقيت كل اللي مطلعه مثلا كل كلمة بطالة تعطونا عنها حسابا. ايوه حبيبي انا عارف انك فهمها وحفظها ومذاكرها. طب بص على حاجة تاني، بص على حاجة تاني، ربنا عاوزك وقابلك وبرضو مات عشانك. الموضوع يعني في امل. قول يا ابونا في امل ازاي؟ ده كل كلمة بطالة. يعني انت عاوز نكد وخلاص؟ طب ما وصية صحيح وهنجاهد فيها، بس ليه تسيب بقية الكتاب اللي كله عزاء وكله رجاء وتركز بس في الآية دي أو في الآيات دي؟ الآيات دي عشان نكبر ونتنقى، لكن في آيات كمان عشان تسندنا وإحنا نفسنا صغيرة. برضو اللي عنده نفسه صغيرة تصعب عليه نفسه بسرعة. يقول لك فلان ما سألش فيه، وفلان شافني ما سلمش عليه، وربنا يعني ربنا مقصر، ربنا ما عزنيش وانا بصلي، دايما صعبان عليه من ربنا ومن الناس ومن المريجيكس ومن ماري مرقص ومن بابا كرولوس. تلاقي صعبان عليه من الدنيا كلها. ليه حبيبي كده؟ يقول لك ما انا اصلي مستني الناس تحبني، ما حدش بيحبني، ربنا نفسه حتى مش سائل فيا، القديسين بلجا لهم مش بيردوا عليها. ده نفسه صغير، عنده صغر نفس. صغر النفس ما ظنش فينا حد ما بيقعش فيه، وإن كان خطية منتشرة إنما ليها خطورة. إيه خطورة صغر النفس؟ صغر النفس هو المدخل الأساسي لليأس، واليأس أوحش خطية في قاموس الخطايا. أنا أقول لكم حاجة، إحنا الأسبوع ده شايفين يهود ورؤساء كهنة وبيلاطس وهيرودس ورومان وتلاميذ أنكروا المسيح وبطرس أنكروا وناس كثيرة قالت أصلنا وبعد كده قالت أصلبه، وناس كثيرة قوي وحش. إنما لو سألتكم مين الشخص الوحيد اللي احنا متأكدين إنه هلك؟ يهود. ليه؟ عشان اليأس، عشان يئس وانتحر. انما يمكن بعض رؤساء الكهنه تابوا، وبعض الرومان تابوا، والتلاميذ كلهم تابوا، وكثير من اللي قالوا اصلبه تابوا، وفي رجاء لكل الفئات الاخرى. اللي لخبطت في الاسبوع ده وبهدلت المسيح وتعبته، انما الوحيد اللي احنا بنقول ملناش رجاء في توبته لانه يأس هو يهوذا. شفتوا الخطوره؟ صغر النفس يجيب يأس، واليأس ممكن يضيع الانسان خالص. معلمنا بطرس كان معرض للحته دي لما انكر المسيح، وقع في صغر النفس طبعا، فحس انه ما ينفعش رسول ولا ينفع تلميذ ولا ينفع حتى بني ادم بعد اللي عمله المسيح معاه. انما ربنا يسوع كان بيقول له انا بصلي لك، طلبت من اجلك لكي لا يفنى ايمانك. كان بيصلي له عشان اللحظات دي، عشان صغر النفس ما يقلبش معاه بيأس ويضيع زي يهوذا. وعشان كده قال له كلمة مشجعة جدا، يمكن هي دي اللي سندته ودي اللي رجعته. قال له أنت متى رجعت فثبت إخوتك. يمكن الكلمة دي رنت في ودانه وهو بيبكي بكاء مرا
وحاسس انه ضيع الدنيا كلها. كلمة انت متى رجعت ثبت اخوتك اديت له امل، يعني هرجع وهتقبلني وكمان هثبت اخواتي، انا اوحش اخواتي. طب كلهم جريوا، انا شتمت ولعنت وجدفت وحلفت. قال له معلش انت لما ترجع تثبت اخواتك. الكلمة المشجعة دي هي اللي سطرت على بطرس ما وقعش في اليأس. فخطورة صغر النفس انه ممكن يدخل الواحد فينا في يأس، واليأس بعيد عنكم يخلي الواحد يعمل كل حاجة وحشة. كمان صغر النفس واليأس يخلوا الواحد يستبع. يعني كتير في الاعترافات يقولوا ايه، انا بقى لما غلطت قلت ايه، ما هعكت كده كده، خلينا ايه بقى مفيش فايدة. فبعد ما كان عمل خطية محدودة بهدل الدنيا ليه، بقولت مفيش فايدة، ما خسرانة خسرانة، ما انا جرحت المسيح، ما انا غلطت غلطة كبيرة. ودي حيلة الشيطان، انه لما يوقع الواحد دايما يجيب له مشاعر صغر نفس، والشيطان يوسوس في ودانه يقول له ايه، خلاص خربت مفيش فايدة، اللي زيك ملوش توبة، انت المفروض تروح تنتحر. قال مش هتنتحر، على الاقل خلاص بقى هتحرم نفسك من الخطايا ليه، اعمل كل حاجة. فاليأس خطية وحش، مدخلها صغر النفس ونهايتها هلاك الانسان. كمان صغر النفس له اسباب كتير. اول سبب يوقع الواحد في صغر النفس في الطريق الروحي كتر الخطايا. لما الواحد يحس ان خطاياه كثيره قوي يبقى معرض لصغر نفس. لما الواحد يقعد يفكر كتير في خطاياه الكتيره ممكن ييأس. عشان كده الكنيسه ليها تعبير جميل تقوله في القداس، يا رب نجينا من الرياء ومن الخطايا ومن تذكر الشر الملبس الموت. ايه تذكر الشر الملبس الموت؟ ممكن الواحد يفتكر شروره لدرجة تخنقه فييأس ويلبس الموت، يقول مفيش فايدة. عشان كده في ناس تاخد تدريب تذكر الخطايا بطريقة غلط وتجرح نفسها. في ناس شعارها في الحياة خطيتي أمامي كل حين، تلاقوها كئيبة جدا ومخيفة ومزعجة، ويا ريتها توبة. لا، التوبة مش كده. خطيتي أمامي كل حين يعني حريص، عارف إن أنا ضعيف وقعت وممكن أقع، إنما مش معناه إن أنا يائس وقرفان، لا. تذكر الشر كمان حيلة مشهورة للشيطان، يقول لك فكر في خطيتك وقمت فكر تيأس. بدل ما تقعد تفكر في خطيتك فكر في المسيح اللي مات بدل خطيتك، تدي لك أمل ورجاء. أنت بتعيد وتزيد ليه؟ ما هو الثمن اتدفع أهو. هتقعد تعيد وتزيد في الخطايا؟ صحيح احنا كناس ارثوذكس نميل دايما الى الحرص على التوبه، بس الامور عاوزه اعتدال، لانه مش الحرص على التوبه يخلي الواحد عنده نفس صغيره وكئيب ويائس، لا. الحرص على التوبه يخلي الواحد ماسك في الرجاء ودايما عنده ثقه في رحمه ربنا. من اسباب صغر النفس الاحباطات. كلنا جربنا الحته دي، انك انت تتوب وتعترف وتبقى طالع بقى ايه، حاسس ان خلاص بقى الدنيا نظيفه ومش هترجع تغلط تاني. ما يفوتش يومين ثلاثه وتلاقي نفسك عملت بعض اللي انت اعترفت بيه، فتحبط تتضايق. مره في مره الشيطان يقول لك ايه مفيش فايده، ويدخل المدخل المشهور. السبب ده مشهور، انما هنشوف نعالجه ازاي. أحد أسباب صغر النفس كمان الفشل المتكرر. واحد فشل في حياته العملية في جزء معين، متعثر في دراسته، شغله غير موفق، حياته الزوجية مش مرتاح، ولاده مش منحرفين فصعبان عليه. طبعا الجروح دي جروح عنيفة وشديدة، إنما الإنسان لو ساب نفسه للجروح دي يدخل في صغر نفس، يجيله صغر نفسه ويجيله يأس، يقول ما فيش فايدة، خربانة خربانة. وهنا ممكن الإيمان نفسه يضيع. خطورة صغر النفس إنها خطية عدم إيمان.
الواحد يتشك تلاقي لنفسه صغيرة ده يقول لك هو ربنا موجود، هو ربنا بيحبني، وهو لو بيحبني كان ساب الدنيا تعمل كده. يمكن ربنا له ناس، ناس الناس دي كويسة أصلها، أنا مش كويس، مفيش فايدة. يبتدي يتشك، فالشك من مضاعفات ومن مخاطر صغر النفس. ده ممكن واحد يقع في صغر النفس بسبب بعض التعاليم المتطرفة أو بعض القراءات المتطرفة. يعني كنا زمان كشباب يقولوا لنا إيه، ما تقروش بستان الرهبان غير بإذن. ليه؟ ما هو الشاب اللي يبتدي كده 15 سنة يحب ربنا وبعدين يقرأ عن واحد قعد على عمود 3 سنين عشان يصلي، يبقى عاوز يقعد على عمود 3 سنين يصلي، ما يعرفش يعملها، يقول ما فيش فايدة. أو يقولوا له الأنبا بشوي ربط شعر رأسه طول الليل عشان يصلي، طبعا هو يجي يعمل كده بعد ساعة ينام يقول لا أنا السكة دي مش نافعة خلاص، يقوم ياخد السكة العكسية يقول أنا ملياش في سكة ربنا. مين قال لك حبيبي أنك لازم تسهر طول الليل زي أنبا بشوي ولا تقعد على العمود زي سمعان العمودي؟ بالراحة بس. دول وصلوا للحاجات دي لوحدهم بعد سنين طويلة قوي من الجهاد ومحدش قال لهم اعملوا كده، ده هم اللي عملوا كده من قلبه. إنما مين قال لك إن لازم تعمل كده عشان تدخل السماء؟ لا مش لازم، أنت حب ربنا وجاهد ربنا قبلك. فلو الواحد حط الأمثلة دي بس في دماغه ساعات يجيله يأس، لأنه دايما بيقارن نفسه بحاجة بعيدة قوي شايفها مستحيلة، يجيله صغر نفس وصغر النفس يبهدله. فحتى القراءات عاوزة حكمة لألا نرتقي فوق ما ينبغي زي ما قال الكتاب، يقوم الواحد يجيله يأس وصغر نفس. ممكن صغر الناس يكون وليد كثرة النقد. يعني ايه؟ دي في التربية واضحة بقى. الطفل والشاب اللي طول النهار بيسمع انت وحش، انت مش نافع، اصل انت مش مؤدب، انت مش عارف ايه، طبعا بيتولد جواه صغر نفس. صورته قدام نفسه انه مش نافع، ابوه وامه بيقولوا كده، كل المجتمع بيقول عليه كده، فيقول طب خلاص انا يعني هلبس الصورة دي بقى، هدخل في الصورة دي، مش هم قالوا انا كده هبقى كده. حتى لو كان عنده ادنى محاولة يصلح نفسه يفقد المحاولة. ليه؟ طول ما الناس مشاور عليه انه ضايع وانه وحش هيبقى وحش. فكثرة النقد بيجيب صغر نفسه. نحن كبار لما حد ينقدنا كتير بنتهز. انت كزوجة لو جوزك مش راضي عنك وعمال كل يوم يقول البيت مش عارف ايه بتتهز ثقتك في نفسك. انت كراجل لو مديرك ولا زميلك عاد في شغلك مرة بيصعب عليك وبتتهز ثقتك في نفسك. كم وكم صغار النفوس اللي كده كده متلصمين وطالعين في زمن عمال يرزع ويخبط، وانت بتكمل عليهم وتقول له انت وحش وانت مش نافع وانت مقصر وانت وانت، يطلع عنده صغر نفس معرض لكل الحاجات الوحشة اللي قلناها، اليأس، للانحراف، للانتحار، للضياع. يبقى دول اكتر اسباب لصغر النفس، اما كثرة الخطايا واما كثرة الاحباطات والفشل وإما كثرة النقد وإما تطرف القراءات والتعليم. تعالوا ندخل في المفيد بقى. خلونا نفترض كلنا عندنا درجة من درجات صغر النفس. أما لأنه الواحد كبر في السن وحاسس أنه دوره قل، وإما لأن الواحد خطاياه لسه ملخبطة ومش عارف يخلص منها، وإما لأن الواحد عاجز في بعض الأمور مش عارف يغير نفسه، وإما لأنه كذا مرة يوعد وما يلتزمش بوعده، وإما حاجات كتير قوي موصلة إلى أنه ما عندوش الرجاء لأنه عكس صغر النفس الرجاء. العلاج أن احنا نبص على المسيح له المجد. ربنا يسوع له المجد مشجع جدا جدا جدا. ما تلاقوش المسيح له المجد إلا مريح جدا لصغار النفوس. ربنا يسوع لما طلع في الجبل يوعظ مرة كانوا حواليه آلاف مؤلفة من الناس الجهلة الأميين، ما كانتش الوعظة في الهيكل،
والناس دول ما يعرفوش حاجة ولا حافظين الشريعة ولا منفذين الشريعة، كلهم كسرين الناموس بصور مختلفة، إنما ماشيين وراه من حتة لحتة يسمعوا تعليمه، ومرصوصين على الجبل كده ومسدودين عاوزين يسمعوا منه كلمة. عارفين قال لهم إيه؟ قال لهم توباكم. توباكم الناس فاكرة هيقول لهم ويل لكم كلكم كسرتوا الناموس، كلكم سايبين الهيكل، كلكم ما بتسمعوش الكلام، كلكم طلعتوا عيني. أبدا، قال لهم توباكم أيها الجياع والعطاش إلى البر، سايبين بيوتكم وجايين تسمعوا كلمة ربنا، يا بختكم. توباكم توباكم يا مساكين بالروح. واحد يقول له أنا فقير قوي روحية ما عرفش حاجة، يقول له يا بختك. يا بختك أنا فاكرك تقول لي يا ملعون ويل لكم. لا، كان في لسان المسيح دايما توباكم، ما قالش ويل لكم غير لكبار النفوس مش صغار النفوس، ما قالهاش غير للكتبة والفريسيين المرائين، إنما لسانه دايما كان إيه؟ كان مشجع. يا بختكم أنتوا جايين تشبعوا بكلمة ربنا شطرين. السامرية امرأة منحلة شريرة يقول لها بالصدق قلتي، ويمدحها. كل اللي عاشوا مع المسيح تمتعوا بتشجيعه، رفع نفوسهم، اداهم ثقة بنفسهم. شوية الصيادين دول يلفوا الدنيا بعد كده ويبشروا، اما كانش المسيح له المجد اداهم ثقة بنفسهم وحسسهم بانه انا اخترتكم، انا اللي اخترتكم، هتنفعوا هتنفعوا مش لان انتوا كويسين، لاني انا معاكم وبحبكم. تعالوا نفكر الشيطان ممكن يقول ايه وربنا ممكن يرد عليه بايه. هتصور كده الشيطان يجي في ودنك الشمال يقول لك كلمة تجيب صغر نفس، وربنا يقول لك كلمة في ودنك اليمين تديك رجع. اول كلمة يقولها لك الشيطان في ودنك الشمال خطاياك كتيرة قوي قوي قوي، انت ملكش حل. شوف جبت كم سنة في العمر، وكم سنة كل سنة كم يوم، وكم كل يوم كم ساعة، انت ما فاتتش ساعة يمكن ما غلطش، ويا ما تعبت ناس وأعصرت ناس، وفي خطايا ما تتصلحش. ده كلام الشيطان مش كده؟ اللي يخلي الواحد يعمل زي يهوذا. ايه رأيك ربنا يقول لك على فم داود النبي في الناحية الثانية اشكروا الرب لأنه صالح، ها، وأن إلى الأبد رحمته. كل لما يقول لك خطاياك كثيرة قوي قل له يعني تجيب كام مثلا؟ مليون؟ اتنين مليون؟ مليار؟ أنا عندي حاجة أكثر من كده. ربنا بيقول إن رحمته دائمة إلى الأبد. الأبد أكثر ولا الرقم اللي أنت حاطه أكثر؟ أي رقم. شوف الرقم اللي أنت حاطه. الرحمة أكثر. إلى الأبد رحمته. كلمة جميلة تخلي الكنيسة كل ليلة تقعد تتنطط كده في الهوس الثاني ورا داود 26 مرة تقول إلى الأبد رحمته، إلى الأبد رحمته، عشان فرحانة بالكلمة دي. لقت لقية، لقت رد على الصوت المزعج اللي بيقول خطاياك كتيرة ملهاش حل. خطايا كتيرة؟ أيوة خطايا كتير، بس إلى الأبد رحمته. ده سبق، سبق بين رحمة ربنا وبين خطايا الإنسان. تفتكروا ربنا يخسر السبب؟ حاشا، ربنا لازم يكسب السبب. يجي الشيطان يقول لك تاني، تقع تاني يا اخي، ما عندكش مش عارف ايه، كل مره توعد وتقف وتقع تاني، يعني المفروض يعني خلاص بقى. حته تاني دي اصلا تتعب الواحد، كذا مره يوعد ويقع. يوم الكتاب يقول لك ايه؟ الصديق، صديق ده عن القديس، يسقط ويقوم سبع مرات. انت قديس مش معتبر نفسك قديس، حتى لو كنت قديس لو وقعت قوم سبع مرات. فلما يجي يقول لك تاني قل له لو قديس مسموح لي بسبعة. وفي اكستنشن حصل، جه واحد لربنا قال له ايه؟ اسامح اخويا كم مرة في اليوم؟ سبعة. قال له يا ابني ما اقولكش سبعة في سبعين،
بس نمسكها على ربنا دي. انت طلبت مننا لما نسامح مفتوحة 77 في اليوم. طيب لما يجي الشيطان يقول لك تاني يقول له لسه تاني وتالت ورابع وخامس، لسه عندي فرص بس ارجع واتوب. طبعا صلاة الانديل فيه صلوة جميلة ضمن التحاليل اللي يقولها الكاهن، يقول الكاهن لربنا كده: ان كنت طلبت مننا نسامح بعض 77، احنا بنطلبك تسامحنا على كل اللي عملناه. يبقى لما يجي يقول لك تاني قول له ايه؟ يسقط ويقوم. هو نظامنا كده، مش مسموح لنا بعدم السقوط، مسموح بس نقف تاني. ده المهم. زي ما واحد من القديسين قال تعبير جميل، يقول ايه؟ ربنا في السماء مش هيقول لك يا حبيبي غلطت كل ده ليه، هيقول لك كلمة واحدة بس: يا حبيبي ما تبتش ليه، ما قمتش تاني ليه، مهما كنت عملت ما كنت تقوم. يجي الشيطان يقول لك ايه؟ خطيتك لا تنسى. ساعات يجي الواحد كده عنده احساس ان خطيته لا يمكن ربنا ينساه، لا يمكن، دي جريمة، دي مصيبة، مصيبة. فيبقى الشيطان بيقول له: انت فاكر ربنا هينسى لك خطيتك؟ خطية ما تتنسيش، سيبك من خطايا الناس البسيطة الشتيمة والحلفان، لا، انت خطاياك تقيلة، انت عملت بلاوي، خطاياك لا تنسى. يقوم ربنا في ودنك اليمين يقول لك: اسمع المفيد، خطاياكم لا اعود اذكرها، اطرحها في بحر النسيان. ده وعد من ربنا. تصور انت كنت في مركب وفي بحر ولا في محيط، وجبت ازازه حبر، برميل حبر مش ازازه، ودلقته في البحر، اول ما يدلق تلاقي الحته زرقت، وبعد 5 دقايق جمع الحبر. تجمعه ازاي؟ ولا 100 غواص، ما فيش، ما يجمعش، خلاص داب داب وراح لحال. اطرحها في بحر النسيان. انت يمكن تفتكر خطيتك بس ربنا ما يفتكرهاش. تقول له: يا رب فاكر يوم ما عملت كده؟ يقول لك: لا حبيبي مش فاكر. ازاي مش فاكر انت بتنسى يا رب؟ قال: ما انا وعدتك خطاياكم لا اعود اذكرها، اطرحها في بحر النسيان. دي الحاجة الوحيدة اللي انا بنساها، لان ده يريحك. يجي رب الشيطان يقول لك ايه؟ اللي زيك ملوش استجابة. في ناس تصلي ربنا يستجيب لها، انما انت ربنا يسمع صلاتك. يسمع صلاتك بتاع ايه؟ وانتظار عشان يسمع صلاتك. تضبط البار تقتدر كثيرا في فعله. وطبعا لما ربنا يتأخر في الاستجابة كل الهواجس دي تشتغل، الشياطين يلعبوا براحتهم ويقولوا لك: طبعا ما انت شرير اصلا، يسمع لك ازاي؟ شوف ربنا يقول ايه: اطلبه تجده، اسأله تعطه، اقرعه يفتح لك، لان كل من يسأل يأخذ، وكل من يطلب يجد، وكل من يقرع يفتح له. اهي كل دي مريحة جدا، يعني ما فيهاش شروط، يعني حتى لو انا وحش، اه طبعا حتى لو انت وحش، ما حطلهاش اي حدود ولا شروط، الكل. بس انت تعال اطلب، اطلب غفران، حد قال لك مش هتاخده؟ هتاخده. اطلب تغيير، حد قال لك مفيش امل؟ في امل. اطلب ملكوت الله، هتاخده. ما تاخدوش ليه؟ الله يريد ان الجميع يخلصون، بس اطلب. كل من يطلب يأخذ، كل من يسأل يأخذ، كل من يقرع يفتح له. يمكن ما تاخدش الحاجة اللي على الأرض اللي على هواك، بس تاخد المفيد. إذا كنت عاوز المفيد، ربنا عاوز يديك المفيد. فلو الشيطان قال لك اللي زيك صلاته غير مستجابة، قل له: أنا ما أعرفكش، أنا أعرف كلمة قالها المسيح: كل من يسأل يأخذ، وكل من يطلب يجد، وكل من يقرأ يفتح له. قول انت بقى زي ما تقول. يجي الشيطان يقول لك: انت اصلك مؤاخذة جاهل، عشت 50-60 سنة في الكنيسة لغاية دلوقتي ما قريتش الانجيل على بعضه، لا تعرف الحان ولا تعرف ابتي ولا تعرف طقوس ولا تعرف عقيد، لو ادوك 5 اعمار من عمرك مش هتعرف،
يجي بقى الشيطان اللي كلامه يعني يرقب ده. انت ما تعرفش حاجة تدخل السماء بتاع ايه، مالكش انت سم. شوف بقى المسيح يقول ايه، ان لم ترجع وتصير مثل الاطفال لن تدخل الملكوت. قول له بص، اول صف داخل السماء عيال ما يعرفوش حاجة، انا بقى داخل مع العيال. مش هو اللي قال كده؟ قال خليكوا زي العيال، العيال لا بتعرف ولا بتفهم ولا بتقرا يمكن، انما دول اول صف، اول ناس ضمن الملكوت. فلما يجي يقول لك انت اصلك معرفتك سطحيه جدا، قريتش حاجه، معلوماتك ضايعه، قول له يا سيدي الحكايه مش معلومات. اذا كان بيقول خليكوا زي العيال، انا خليني زي العيال. طبعا ده مش معناه يا جماعه تهاون في المعرفه، لا، الكتاب برضه بيقول لا تكونوا اولادا في اذهانكم، خليكوا اولاد في الشر، انما تدي رجاء. صحيح، وانت فاكر دخول السماء بالمعلومات؟ مش بالمعلومات، هيسمعوا على باب السماء الطقوس والعقائد والالحان والايات؟ لا مش هيسمعوا، الحمد لله مش هيسمعوا، انما هياخدوا الناس بحبها لربنا وبايمانها بربنا. فلما يقول لك انت ما تعرفش حاجه لو احسن، المعرفه تنفخ. انا ما كنتش عاوز اعرف، المحبه تبني. عارفين زي المولود أعمى، المولود أعمى قالوا له أنت بتفهمش، أنت بتفهمش، أنت حتى الشحات ما بيفهمش، إحنا اللي بنفهم. هذا الرجل خاطئ، قول ورانا، هذا الرجل خاطئ لأنه كسر السبت. معرفش يقول، قال لهم بصوا، أخاطئ هو؟ لست أعلم، إنما أنا أعلم شيئا واحدا، أني كنت أعمى والآن أبصر. شتموه عشان مش راضي يقول وراهم. بس هو ده اللي عارف المسيح، هو اللي ده اللي دخل السماء. ليه؟ قال لهم انا ما اعرفش غير حاجه واحده بس، ان انا كنت اعمى وفتح. هو بقى ثابت وحد واربع عن حاجات ما يفهمهاش، زي ما قال لي عملت الباقي ده بتاعكم انتوا بقى ادرسوا بقى وقولوا وعلموا الناس، انا ما اعرفش غير حاجه واحده بس اللي قاله لي عملت. فلما يجي الشيطان يقول لك انت من النوع اللي ما بيعرفش حاجه خالص، قول له يعني ياما ناس ما بتعرفش هتدخل السماء، بدليل انه قال خليكوا زي العيال عشان تدخلوا السماء. لما يجي يقول لك هو انت يعني بعد ما عجزت وكبرت هتفضل ربنا، وهو ربنا بتاع الحركات دي، على اخر العمر يعني، على اخر وقت وعملت كل اللي انت عاوزه طول حياتك؟ ما الشيطان شاطر يتفنن انه يكسر فينا. قال له بص بقى، انا مثل الأعلى في الحياة اللص اليمين. قل له كده، مش احنا في أسبوع الألام؟ قل له يا سيدي أنا القديس بتاعي هو اللص اليمين، هو بتاع آخر لحظة مش آخر سنة كمان، ويعني مش قبله ودخل الملكوت وتقدم حتى الصفوف ودخل الفردوس أول واحد. أنت هتيأسني ليه؟ حتى لو ضيعت العمر كله لسه في العمر بقي، إن كانت لحظات دخلني السماء برضه. ولو نسيت مثل اللص اليمين، قل له أنا بتاع الحادي عشر، آخر ساعة، آخر عمر، آخر فترة. مثل الحادي عشر ده جميل، معزي جدا، طلع طول اليوم من الصبح بالليل يأجر فعلة، وطلع الساعة خمسة قبل ساعة النهار ويخلص. قال لهم أنتوا واقفين ليه؟ قالوا له محدش شغال. قال لهم روحوا نشوفكم بحاجة. دخلوا يشتغلوا، طلعوا بالأجر كامل. عشان كده احنا في صلاة الغروب عشان نشم نفسنا كده بعد ما اليوم جري مننا، نقول له احسبني يا رب مع ايه؟ أصحاب الساعة الحادي عشر، احسبني مع بتاع آخر ساعة دول. أنا النهار هرب من ولا عرفت أكلمك ولا أصلي ولا أعمل خير، إنما لسه في ساعة، لسه في فرصة. لما يجي الشيطان يقول لك أنت شايف الناس مكرفة، يعني عاشت كل حياتها لربنا، تيجي انت ايه جنبها؟ وشايف الستات اللي قاعده في الكنيسه بتخدم صبح وليل، وشايف الرجاله اللي سابت اشغالها عشان تخدم ربنا، انت تروح فين في دول كلهم؟ عملت ايه يعني انت عشان ربنا؟ ده حتى بالعقل وبالمنطق ما تقفش جنبهم في السماء ابدا. كلام طبعا يهد جبل. تقول له بص، انا اعرف ان ربنا يسوع قال حاجه حلوه قوي، قال كأس ماء بارد لا يضيع أجره. قل له أنا بتاع كاس المية. ما هو أجره يعني سما، هو الأجر يعني هيديهوله في جهنم؟ هينفعه فين الأجر في جهنم؟ أجره يعني هيدخله السما على حس كاس مية.
عشان كده يحكوا في البستان قصة جميلة زمان، كان راهب بسيط جدا وخدوم جدا، عمال يسموه يعني نشيط، انما كان عنده حاجة غريبة، منين ما يمشي في الدير لما يلاقي اي راهب ما عندي يقول له يا ابونا طلع عوضك هات لي كوبايه ماء، يروح طبعا ابونا يجيب له كوبايه ماء، ما يصحش ابونا عجوز برضه. وكبر الراجل وابتدى في لحظاته الاخيره يروح السماء، فتلم كل الرهبان حواليه قالوا له يا ابونا يعني احنا تعلمنا من نشاطك كتير ومن حركتك وصلواتك واسهارك واصوامك، وانت كنت مثل اعلى في كل حاجه، انما في حاجه مش فاهمينها، حكايه منين ما تمشي في الدير كل اللي تقابله تقول له ممكن تديني كوبايه ميه؟ قال لهم يا ولادي انا بحبكم قوي، فقلت اديكم ثواب، وكل ما اشوف واحد اقول له هات لي كوبايه ميه عشان اديله اجر ياخد عليها اجر، انما انا لا كنت عاوز اشرب ولا حاجه، لايمانه البسيط ان كاس ماء بارد لا يضيع اجر. طيب انت ما تقدرش تدي كاس ميه بارد، هتلاقي فرصه تعمل خير صغير يمكن يعود لك في السماء ويوزن عند ربنا. يجي لك الشيطان يقول لك ايه؟ انت مربوط بالخطية ربطة ما تتفكش، لان دي عادة متأصلة، ده طبع غلاب، ده قيد انت مقيد بيه بأربعين خمسين سنة، يتفك ازاي ده؟ ده عاوز عمر تاني يمكن عشان يتفك. قل له بص بقى، ربنا يسوع قال كلمة مريحة قوي، قال كل ما تحلونه على الارض ها هي دي اعتراف، انا هروح لابونا واوطي راسه واقول له حلني فوق، مش انت معاك سلطان الهي؟ مش انت وكيل عن ربنا؟ فوق فوق القيد اللي بقاله سنين ده والعقدة اللي ما بتتفكش دي، وخلي عندك رجاء. لو قال لك انت متأيد ومتربى تقول له يا ديتها كاهن وصليب وتحليل واطلع مفكوك ومحلل وزي الفل. لما يجي يقول لك السماء كلها شهداء وقدسين وأبرار، وانت اكيد ربنا فقد أمل منك، لازم ربنا رمى طبطك. قل له بص انا اعرف ان الكتاب بيقول السماء كلها تفرح بخاطي واحد يتوب، يعني كل الناس دي مش هتفرح السماء، انا بقى اللي افرح السماء، يعني انا الخاطي اسوأ واحد، انا اكتر واحد ممكن افرح السماء، فليفتخر الخاطئ انه الوحيد اللي يقدر يفرح السماء، فليفتخر المزلول في خطيته انه يقدر يفرح ملائكة وقدسين وقلب الله ذاته. تدي رجاء قد ايه لي لما يقول السماء كلها تفرح بخاطي واحد يتوب، اكثر من 99 لا يحتاجون الى توب. لما يجي ربنا يقول الله لا يشاء ان يهلك احد، لما يجي يقول لك انت هالك قل له لا، مش ارادة ربنا، إرادة ربنا أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. فمهما الشيطان قال لك أنت أصلك ضايع، أنت هالك، أنت اللي عملته يودي جهنم 100 مرة، قل له بص مش إرادة ربنا، إرادة ربنا خلاصي. هاي كمان ربنا هنا جميلة قوي، وإحنا قدام الصليب فكرة مريحة قوي تدي كلها رجاء. الذي لم يشفق على ابنه الوحيد بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا معه كل شيء. يعني انت فاكر عاوز خطيتك دي تعطل الفداء ده كله، عاوز شوية الاستهتار بتوقع يضيعوا تعب المسيح ده كله، ده هيفضل وراك يمين وشمال لغاية ما يتوبك ويفوقك. خلي عندك رجاء، انت عاوز التعب ده كله يروح حضر ازاي؟ الذي لم يشفق على ابنه الوحيد بل بذله لاجلنا اجمعين كيف لا يهبنا معه كل شيء. ده انا لو سالت واحد فيكم عنده مثلا قصر في الساحل الشمالي وعنده ابن وحيد، اقول له معلش في
تديني القصر ولا تديني ابنك؟ يقول لك يا عم خد القصر وخد 100 قصر، ابني هو في اغلى من ابني؟ اذا كان ربنا ما استخسرش ابن الوحيد فينا، يبقى القصر اللي في السماء غالي ما يجيش في ثمن المسيح، مش غالي علينا يعني. طبعا انا مش بتكلم عن التوبه عشان ما حدش يقول احنا لغينا التوبه والجهاد، لا، انما احنا مركزين الليله دي على صغر النفس. لازم الواحد يرفع راسه قدام الصليب، لان المسيح رفع راسنا. يقول الكتاب ليقول الضعيف بطل انا، بطل انت حته المفعوص هتقول بطل؟ ايوه بالصليب، بعد الفداء ده كله والوعود دي كلها، الواحد يقف للشيطان ويرفصه ويقول له انا بقيت بطل قدامك، انت عمال تقول لي في وداني انت مش نافع وانت ضايع وانت خطاياك وانت نعتك وانت تقصيراتك وانت، انما ربنا بيقول لي انا معاك وانا بحبك وانا عاوزك وما تخافش والسماء مستنياك. نسيت اقول حاجه كمان، واحد ممكن الشيطان يجي يقول له ايه، انت صلواتك قصيره ليه كده؟ مش تصلي لك 40 50 مزمور تخليك كده زي الناس كويسه؟ الواحد يجي له صغر نفسه، يجيب وقت منين ويحفظ فين بعد السن ده؟ وتلاقيه يقول ايتين ويفوت بعد كده مش مركز، وحاجه تجيب صغر نفسه. لما الشيطان يقول لك لا انت مش نافع، الصلوات الطويله دي بتاعت الناس الكويسه ايه ده اللي هيدخل السماء؟ انما انت هتدخل السماء تقول ايه؟ ما تعرفش حاجه، ما بتصليش. قال له انا بتاع العشار، العشار ما يعرفش حاجه، انما هو قال اربع كلمات بالعدد، نزل مبررا، ارحمني يا رب لاني خاطئ، اللهم ارحمني فاني خاطئ، خلاص انا مش عارف اقول غير دي، خلاص قول دي توصل السماء، توصل طبعا، لو فضلت تقولها طول العمر توصل، حتى لو مش حافظ حاجات كتير، الشاطر يحفظ ويقول، انما لا تفقد املك ورجائك حتى لو مش عارف تحفظ، حتى لو مش عارف تركز. تفتكر ان العشار دخلها بكلمه، وبارتيماوس الاعمى فتح بكلمه، والكنعانيه خدت شفاء بنتها بكلمه. خليك صاحب كلمه عند الله. نختم بايه؟ اذا كان ربنا مشجع كده ويعطي رجاء لنا ويشفينا من صغر النفس، ليه احنا كمان ما نبقاش مشجعين لبعض؟ انت متى رجعت ثبت اخوتك. اذا كان ربنا شجعك واداك امل في الابديه مع كل الحياه البطاله دي، ليه ما تشجعش كل الناس؟ ليه تصعب الطريق على الناس؟ ليه تحسسهم ان السماء بعيده بعد ما المسيح جابها لغايه الارض؟ ليه تضيع تعبه بانك تحملون الناس احمالا عسره الحمل؟ شجع الناس، طريق الملكوت حلو، حتى لو الباب ضيق يهون لان المسيح داخل معاك. ربنا يعلمنا يكون لساننا مشجع. تتصوروا معايا بطرس بعد يوم الحد الصبح لما جاء المسيح ياخده في حضنه وبطرس يبكي ولوحدهم خالص، عارفين المسيح ظهر لبطرس الفجر، فجر الحد لوحده، مش مكتوب عنها حاجه غير ظهر لبطرس. بعد ما بطرس عمال يعتذر ويقول له سوري انا اسف انا ما استاهلش، والمسيح يطبطب عليه ومش مديله فرصه حتى يكمل، بطرس ده لو شاف حد بيغلط يهب فيه؟ يهب فيه ازاي؟ يقول له يا عم ده انا انكرت، ده انا لعنت، ده انا جدفت وبقيت رسول، تعالى بس ما يهمكش. بولس اللي قال انا الذي كنت مجدفا ومضطهدا ومفتريا، ده ممكن يبقى في واحد قدامه ما ملوش رجاء، ملوش رجاء ازاي؟ ده لازم يديله رجاء ويشجعه مهما كانت حالته. خلونا نتعلم من ربنا يسوع ازاي ندي رجاء للناس ونشجع كل الناس. لإلهنا كل مجد وكرامة، كل سنة وانتم طيبين.